السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلكم يفهم العربية؟ ما شاء الله، أظنكم أفضل من بعض أبناء العرب في فهم العربية. طيب، الحمد لله وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عندما قرأ لابن الموفق الآيات الكريمة المتصلة بمفهوم وسطية هذه الأمة، استوقفني معنى ارتباط كوننا أمة وسطة بشهادتنا على الناس. ومعنى آخر مرتبط به أيضا، وهو شهادة النبي صلى الله عليه وسلم علينا. كنا نقول ارتباط الآية الكريمة أو الوصلة بين مفهوم كوننا أمة وسطة وشهادتنا على الناس وشهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم الرسول علينا. الملمح هنا الذي في الآية أن استقامتنا على كوننا أمة وسطة يترتب عليه أن نكون نحن معيارا للأمم، ميزانا للأمم. هذا من معاني شهادتنا على الأمم هنا في الدنيا قبل الآخرة، أي أن الأمم تنظر إلينا فترى ثمرة كوننا أمة وسطا، ما يجعلنا عند الأمم ميزانا معيارا يضبطون عليه أنفسهم هم أيضا. وهذا معناه أننا في الوقت الذي لا نكون فيه معيارا للأمم فنحن إذن لسنا أمة وسطة. الوقت الذي لا نكون فيه معيارا وميزانا للأمم هو الوقت الذي يدل على أننا قد حدنا عن الوسطية. وبقدر عودتنا إلى مفهوم كوننا أمة وسطة تعود معياريتنا للأمم وميزانية. هل حصل هذا؟ نعم حصل في عصور عدة، كانت الأمم تضبط وقعها علينا. ما معنى تضبط وقعها علينا؟ أبسط المعاني أكثرها سطحية أو بساطة في العلوم التجريبية، كان المتخرج من القرويين أو الزيتونة ينظر إليه كما ننظر نحن اليوم إلى المتخرج من جامعة هارفارد أو ييل أو كامبريدج أو أكسفورد أو سربون. حقيقة هذا أبسط الأشياء. لماذا قلت على العلوم التجريبية أبسط الأشياء؟ لماذا؟ لأن هناك شيء أعمق إذا وجد يصبح العلم التجريبي نفعا للبشرية، وإذا غاب تحول العلم التجريبي إلى وسيلة لتدمير الأرض والبشرية كما يحصل اليوم في عالمنا. الطاقة النووية من الممكن أن تنهض بالبشرية، لكن استخدمت في إهلاك هيروشيما وناغازاكي. كيف استخدمت في إهلاك هيروشيما وناغازاكي؟ دمرت الأطفال والنساء والكبار والصغار وضربت على المدنيين، افتقاد القيم في التعامل مع هذه التقنية. عندما كنا أمة وسطة كانت منطقة من مناطق المسلمين معرضة للحصار، فلما اشتد هذا الحصار عليهم واستشعروا أنهم قد لا يستطيعون مقاومة العدو استدعوا أهل الكتاب الذين دفعوا جزية وردوا لهم جميع الجزية التي دفعوها، وقالوا كنا نأخذ الجزية لندافع عنكم إذا جاء عدو، والآن عجزنا فهذا لا يحق لنا أن نأخذه. فتحول أهل البلدة من غير المسلمين إلى مسلمين وقاتلوا مع المسلمين وانتصروا. ميزان القيم هذا، فتحوا بلدة بغير أن ينذروها، كان بينهم وبين أهلها صلح فلم ينذروها بإنهاء الصلح،
وجدوا فرصة للفتح في جهة من جهات الصين نحو سمرقند، فتعجلوا فتح هذه البلدة. فكتب أهل هذه البلدة إلى الحاكم المسلم، إلى حاكم المسلمين، أنهم دخلوها بخدعة، خالفوا الاتفاق الذي كان بيننا. فأرسل الخليفة، هل هذا صحيح؟ قال نعم، وجدناها فرصة، ولأنهم ممر العدو قد يتكاتفوا مع العدو. فأمر الخليفة أن تعاد مفاتيح الحصن لأهل تلك البلد. بلدة فتحت بأكملها، حصن كامل، قال لا، المسألة أكبر من حصن وبلدة، المسألة قيم، دينا قيما. فكانت النتيجة أن أسلم أهل تلك البلدة دون حاجة إلى قتال، دينا قيما. هكذا كنا معيار بالنسبة للأمم في القيم والأخلاق، معيار بالنسبة للأمم في النظرة للكون الذي نعيش فيه، في صلتنا بالعالم الذي نحيا فيه، أن هذه الأرض مسؤولية، ليست ملكا مطلقا لنا، أنها مسؤولية سيسألنا الله عنها، أننا مستعمرين فيها، أن الله ائتماننا على هذه الأرض، حتى أننا ما عندما نمشي على الأرض ينبغي أن نمشي هوينا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، نهينا عن أن نضرب على الأرض في مشيتنا لغير حاجة. معيار في التعامل، معيار في النظر إلى الكون، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، نهينا عن مفهوم السرف، حتى قال الفقهاء عندنا أنه يكره الإسراف في الوضوء ولو من البحر. طيب البحر ماذا سينقص لو أسرفت من الوضوء منه؟ يعني أنت لو أردت أن تسرف مثلا من الوضوء من البحر، كم ستكون كمية الماء التي ستتوضأ بها في الإسراف؟ كم؟ اسمه هذا دلو؟ خذ برميل. هل البرميل ينقص شيء من البحر؟ هل ينقص البرميل شيئا من البحر؟ ما ينقص شيء. فإذا لماذا يكره؟ لا، القضية ليست الإنقاص، القضية المبدأ، أنك أنت خليفة الله في الأرض، وأن الله استعمرك في هذه الأرض، وأنك مؤتمن على هذه الأرض، لا ينبغي أن تفسد فيها، لا ينبغي أن تهدر مقدراتها، لا ينبغي أن تخربها. عندما أصبح العالم اليوم فقط معتمدا على التقدم التقني في العلوم التجريبية، في الصناعة، في الإلكترونيات، في الفيزياء، في الأحياء، في الكيمياء، في النانومتر، في الفنتو ثانية، في الذكاء الاصطناعي. تعرفون الذكاء الاصطناعي؟ ماذا يترجم الذكاء الاصطناعي؟ ها؟ من يعرف الذكاء الاصطناعي؟ هذا الذي يبرمج عليه الروبوتات، هذا المستقبل بالنسبة للعالم الآن. هذا لا تكفي وحدها لصناعة سعادة للبشر، لأنها لما بنيت على غير صلة بالسماء، ما الذي حصل؟ أصبحت وسيلة تعجز عند انطلاق البشر في أطماعها ورغباتها عن كبح الرغبات والأطماع. الأسلحة، أسلحة التدمير الشامل، تسمعون عن القطب المتجمد الشمالي الآن يذوب؟ سمعتم عن هذا؟ القطب المتجمد الشمالي، تعرفون القطب المتجمد الشمالي في الجغرافيا؟ تعرفون؟ اللي وراء في الخلف، تعرفونه؟ ها؟ الذي، هل تحبون؟ نقول باللغة الإنجليزية قطب، قطب أترى، قطب أترى، قلتها صح؟ هذا بدأ يذوب الآن. لماذا بدأ يذوب الآن؟ وذوبانه يهدد بإغراق أجزاء من العالم، صحيح؟ حتى في خوف على جاكرتا، صح؟ الله يحفظ أندونيسيا، في مناطق كثيرة مهددة، وكل ما يرتفع البحر سنتيمتر واحد في خطر كبير. ما سبب الذوبان هذا الموجود؟ الانبعاث الحراري. يعني إيش الانبعاث الحراري؟ الدخاخين، الدخان الذي من المصانع، دخان الذي من السيارات. الإنسان كلما تطور أكثر الآن يخرب الأرض أكثر،
بمعنى أنه فقد مفهوم الأمانة، إنا عرضنا الأمانة، صار ظلوما جهولا. هنا العلم التجريبي زاده جهلا حتى صار ليس فقط جاهلا بل جهول. فمعنى هذا إيش؟ نحن نفهم أحسن منهم، خلاص ما نريد العلوم هذا، لا، لأننا تخلفنا عن هذه العلوم وسيء استخدام هذه العلوم. فقد العالم هذا الميزان، المعيار الأخلاقي للتعامل، ونحن مسؤولون أمام الله عن ذلك، سنسأل، لأنه من فروض الكفاية ألا نكون عادة على الأمم. طيب بقية الآية إيش؟ لتكونوا شهداء على الناس وإيش؟ ويكون الرسول عليكم. الله، إذا كنتم أنتم أمرتم كلفتم أن تكونوا معيارا للأمم فقد كلفتم بأن يكون معياركم سيدنا محمد. فالميزان الذي به تعرفون كونكم وسطا أو لا سيدنا محمد، والمعيار إذا الآخر الذي تعرفون بأنتم وسط أو لا، هل أنتم ميزان العالم أو لا؟ هل يقتنع العالم أنكم معيار القيم فيه أو لا؟ هذا المدخل إلى نقاشنا هذا اليوم، والحوار يكون مفتوحا بإذن الله عز وجل. من يدير الحوار؟ 3-3 نأخذ الأسئلة. يعني أرجو أن تفتحوا صدوركم، لا تخجلوا من نوعيات معينة من الأسئلة مما تتعرضون له في المجتمع الذي يحيط بكم، وإن شاء الله تجدون الفقير إلى الله لا يخجل أن يقول لا أعلم في الشيء الذي لا أعلمه، فانطلقوا فيما لديكم بدون خطوط حمراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. السيد الحبيب، أنا ولدكم وتلميذكم، اسمي أحمد صابر حسب الله، تخرجت من كلية الشريعة بجامعة الأحقاف بمدينة طهران حضرمة اليمن، والآن واصل الدراسة العليا بهذه الجامعة المباركة إن شاء الله. يا سيد الحبيب، إننا إذا أردنا أن ننشر أفكار أهل السنة والجماعة التي من ضمنها الوسطية، نجد أمامنا تحديات من الكفار طبعا، ومن إخواننا المسلمين الوهابيين السلفيين والشيعة. فسؤالي، ما هي أحسن طرق الدعوة إلى الله حتى ننال القبول من المجتمع الإندونيسي؟ جزاكم الله تعالى خيرا. يا حبيب، أسأل عليكم، كيف رأيكم بالنقاب وإسبال واللحية؟ كما أن نعرف جميعا في أندونيسيا أن وزيرة الدينية بالأندونيسي يظن أنها من الطرف التشدد، كيف رأيكم؟ أفتونا مأجورين. يا حبيبنا، هذا الموضوع يثير الجدل، لذلك بعضنا يضحكون. اسمي محمد ميمون، أنا طالب في كلية الاقتصاد في هذه الجامعة. عندي سؤالان أو 3 أسئلة بس، إذا يوجد مجال أنا سأسمع، ولكن إذا لم يوجد مجال أنا تفضل بسرعة. يعني سؤال أول، كيف نفهم ونطبق حديث أخذ الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر؟ هل يلزم علينا أن ننضم إلى ضد الحكومة التي قد تخطئ أحياناً هكذا؟ وكيف نتعامل مع أصحاب الفكر المتشدد في بلدنا؟ يعني أحياناً أنا التقيت بهم وأحاول أن أسامحهم، ولكن صعب. أحياناً هم أساءوا، ما أساءوا إلى أنفسنا فقط، ولكن أساءوا إلى شيوخنا وهكذا، وهذا من الصعب علينا أن نسامحهم. شكراً وجزاك الله خير. تفضل. السؤال الأول، كيف ننال القبول لدى الشعب الأندونيسي؟ تعرف لماذا لم أذكر أول السؤال الديباجة مباشرة دخلت في آخر نقطة من السؤال؟ لأنها هي الأصل، كيف ننال القبول لدى الشعب الأندونيسي؟ أن نصدق مع الله في إرادة الخير له،
وتمتلئ قلوبنا محبة له ورحمة به، وأن نتمثل نحن الأخلاق والدعوة التي نتحدث عنها، وأن نقابل الإساءة بالإحسان من أي كان، وأن نصبر، واصبر كما صبر أولو العزم. إذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم وهو المعصوم النبي، ومع ذلك قال الله تعالى له اصبر لأنك ستجد الأذى في الكلام. وهذا يتصل بالسؤال الأخير الذي سألته يا محمد، بالصبر، الاستمرار في العمل، ألا تتوقف عن الخدمة مهما كان الذي حواليك يسيء إليك، مهما كان حجم الإساءة امضي ولا تلتفت واخدم، خل الذي يصيح يصيح، الذي يسب يسب، الذي يكفر يكفر، الذي يشرك يشرك، يبدع يبدع، يتكلم يتكلم. إن سئل سؤالا فيه حاجة إلى البيان العلمي أجب بالبيان العلمي للمسألة، ولا تشتغل بالأشخاص. ما معنى لا تشتغل بالأشخاص؟ يعني لا تشتغل بالحط من قدر ذات الشخص، اشتغل بالمسألة التي ذكرها الشخص، قال فلان كذا وهذه الرد عليها كذا وكذا وتوضيحها كذا. قوتك لا تكون بالصراخ، لا تكون بالانفعال، قوتك بالحجة. الذي لديه حجة قوية لا تعوزه حجته إلى الانفعال ولا إلى الصراخ في النقاش. الذي عنده نقص في الحجة هو الذي يحتاج إلى الصراخ وإلى الصياح في النقاش. ولا تقلق من محاولات التشويه، يعني سيحاولون تشويهك ويعملون عليك دعايات، لأن للأسف بعض إخوتنا الذين يختلفون معنا، يعني ما أدري من أين جاءوا بهذا، لكنهم استحلوا الكذب على المخالف لإسقاطه، فيطلعون إشاعات عليه وأكاذيب حتى الناس تنصرف عنه. لن تنصرف إن صدقت مع الله. تعرف، لا تنشغل بإقبال الناس عليك أو انصرافهم عنك، انشغل بإقبال الناس على الله، واعمل على ألا ينصرفوا عن الله. أنا وأنت لسنا الله، تعالى الله عن ذلك. فينبغي أن نفك الخلط الذي تحدثه النفوس الأمارة بالسوء بين دعوتنا إلى الله وبين دعوتنا إلى أنفسنا. نحن لا ندعو الناس إلى أنفسنا، ولا حتى إلى مذاهبنا، ولا إلى طرقنا. نحن ندعو الناس إلى الله بما فهمناه من الحق في مسالكنا ومذاهبنا. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الثبات على ذلك والتخلق بالأخلاق المحمدية والدعاء لهم في ظهر الغيب، استمر امشي. وإن نظر الله إلى القلب فرى أنه مهما اشتدت الإساءة ازدادت المحبة والرحمة في القلب، ائتمنك الله على سر الإرث النبوي. وإذا ائتمنك الله على سر الإرث النبوي صرت هداية لمن حواليك. ماذا فعل الملك إبراهيم؟ ماذا فعل سونان أمبيل سيدنا أحمد رحمة الله؟ ماذا فعلوا بقية الأولياء؟ نحن الآن في جامعة من؟ الملك إبراهيم أول ما وصل إلى أندونيسيا ما يعرف لغة أهل أندونيسيا، ولم يكن أندونيسيا في البداية، واسمه الملك إبراهيم ابن بركات ابن الحسين ابن أحمد ابن عبد الله ابن عبد الملك ابن علوي ابن محمد مولد ابن محمد صاحب مرباط ابن علي خالع قسم ابن علوي ابن محمد ابن علوي ابن عبيد الله ابن أحمد المهاجر ابن عيسى ابن محمد ابن علي ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الإمام الحسين الصبط ابن الإمام علي ابن أبي طالب ابن فاطمة الزهراء بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جده عبد الملك خرج من حضرموت إلى الهند، وهو خرج من الهند إلى أندونيسيا، فهو يعرف العربية لأنه من حضرموت، ويعرف الهندية لأنه ولد في الهند، وجاء إلى أندونيسيا لا يعرف لغة أهل أندونيسيا، ومع ذلك أسلم الآلاف بل عشرات الآلاف شعوب في أندونيسيا أسلمت على يده، هو بقية الأولياء التسعة. كيف حصل هذا؟ لأنهم جاءوا إلى أندونيسيا بقلوب معلقة بالسماء، وبقلوب ملؤها الرحمة للخلق، فصار الناس ينظرون إليهم فقط بالنظر يسلمون. فكيف إذا عاملوهم في بيع أو في شراء أو في أخذ أو في إعطاء، رأوا فيهم أنوار النبوة؟ فعلينا أن نعمل على تحصيل نصيب
نصيبنا تحصيل نصيبنا من أنوار النبوة لا ليراه الناس فينا تبي ورياء يكون لنذوق نذوق نحن هذا النصيب لنرتقي لنتصل بمعنى القرب من الجناب المحمدي حينئذ لو جاءوا بما جاءوا ما يستطيعون يغيرون النقاب والإسبال واللحية وين عندنا مشكلتين مشكلة من يعتبرها تطرف وهذا جهل أنا لا غير متأكد أن أحد قال عنها تطرف في الشؤون الدينية لم أسمع شيئا لكن أيا كان الذي يقول أن النقاب تطرف أو أن الإسبال تطرف أو اللحية تطرف هذا جاهل أو مستهتر نقطة من أول السطر لكن الذي يجعل النقاب واللحية والإسبال وسيلة لتجييش الناس في تجمعات معينة ليجعلهم مظهرا لشعار معين ضمن بنية تعرف البنية ضمن جماعة ضمن تحزب لحشد الناس في نهاية الأمر لأجل صناديق الاقتراع الانتخابات هذا يلعب بالدين هذا أسوأ من الذي يقول النقاب تطرف هذا أحد أسباب التي جعلت الناس يقولون عن النقاب تطرف النقاب من أراد تتنقب هذا حقها الشرعي وحق الدولة أن تطالبها بكشف النقاب في أماكن التفتيش عند الضرورة لأجل الضرورة الأمنية المتعلقة بحفظ أمان الناس في المطار في الاختبارات للمنقبة يعني أرسلت واحدة بدالها تختبر منقبة يعني وهذه نوادر المنقبات محترمات وغير المنقبات محترمات وحتى غير المحجبات محترمات أعيد يا طلبة العلم حتى غير المحجبات لابد نحترمها أي الحجاب فرض الحجاب فرض أي أن تستر المرأة بدنها ما سوى وجهها وكفيها هذا فرض في الإسلام لكن ليس هذا وحده المعيار الذي على أساسه تبني أن هذه محترمة والغير محترمة مثلا أيهما أفضل واحدة محجبة وهي تغتاب النساء وتسرق ولو واحدة كاشفة رأسها وهي لا تغتاب ولا تسرق محجبة لا تغتاب ومن اسمك؟ توفيق محمد دارجبا خذ يا عم توفيق أعيد عليكم جوابه قال محجبة لا تسرق ولا تغتاب لأننا دائما يطرح علينا السؤال هذا لكن معليش يا توفيق خلينا نجيب على السؤال أفضل الجميع المحجبة التي لا تغتاب ولا تسرق ثم غير المحجبة التي لا تغتاب ولا تسرق ثم المحجبة التي تغتاب وتسرق لماذا أجبت بهذه الإجابة؟ لأنه في إطار التحشيد الذي نعيشه اليوم التحشيد السياسي الذي نعيشه اليوم الإسلامي نتكلم بكل وضوح لدينا مشكلة العبث بمظاهر الشريعة بشعائر الدين حصل في مصر من أوائل الثمانينات ما عرف بالصحوة في تلك المرحلة ثم أواخر التسعينات أوائل الألفينات حصل تركيز كبير على إقناع السيدات بالحجاب هذا في أصله شيء حسن يعني هذه شريعة يعني تطبيق شريعة لكن التركيز غير المتزن على تكثير مظهر المحجبات مع عدم مسايرة ذلك بما ينبغي من شؤون أخرى أساسية في الدين أدى إلى التالي أن مصر الآن تمر بمرحلة الكثير من البنات يخلعن الحجاب فيها لأن الحقيقة هنا لم يتحجبن هن سايرن المجتمع في تيار جعل الحجاب خلاص هو المعيار لا نريد أندونيسيا تقع في هذا الخطأ نريد حث السيدات على الستر النساء على الستر وفي نفس الوقت أن لا يقل مستوى الحث على أمور الأخرى عن مستوى الحث عن الحجاب إن لم يكن أكثر فهناك فرق بين تعليم المرأة أن تكون مستجيبة لأمر الله سبحانه وتعالى وبين جعل مظاهر الالتزام اللحية، الإسبال،
النقاب جعلها مثل التيار الموجود في البلد. هذا لا يقيم دينا، لا يقيم شريعة في البلد، ولا يؤسس لعمق ارتباط بالإسلام. هذا يؤسس لموجة فقط، موجتين ثلاثة، الموجات تنتهي وتذهب أدراج الرياح. نحن بحاجة إلى بناء حقيقي. وأقول لكم من الآن، أنتم ستتخرجون الكثير منكم في تخصصات شرعية أو تخصصات أخرى لكن له خلفية شرعية، ستسمعون في الفترة المقبلة الكثير من التحديات الاستفزازية من الطرفين. الإسلاميون المتحزبون سيستفزون الليبراليين، والليبراليون المتحزبون أيضا سيستفزون الإسلاميين، وفي الوسط الاثنين سيستفزون أهل البلد. المطلوب من أهل الحكمة، من أهل الدين، ألا يكونوا جزءا من هذه المعمعة، ألا يقبلوا أن يكونوا جزءا من هذا العبث، حتى لا يكونوا جزءا من اللعب بالدين. المطلوب من الذين يريدون خدمة الدين أن يشتغلوا بالبناء في الناس في البلد. ما الذي جعل أندونيسيا أكبر دولة إسلامية في تعداد السكان؟ لا جماعة ولا تنظيم ولا حزب. الذي جعل أندونيسيا أكبر دولة إسلامية في تعداد السكان قلوب صدقت مع الله واشتغلت ليل نهار، تربية وتعليم، تربية وتعليم، تربية وتعليم، تربية وتعليم، معاملة وأخلاق وبناء، أسست شيء في هذا البلد. وما قام عليه أمر الدين في هذا البلد هو الذي سيستمر عليه أمر الدين في هذا البلد. ستسمعون الكثير من الاستفزاز من بعض المتطرفين العلمانيين، ويقعون في كلام يغضب، وهذا حصل عندنا في مناطقنا، وكانوا يفرحون عندما يجدون من يصرخ. أعيد الكلام، متطرفو العلمانيين عندنا في الدول العربية عندما يحصل نقاش ويأتون بكلام فيه تطاول على إما مسلمات أو مقدسات أو حتى محل إجماع أو اتفاق، عندما يأتون بأشياء مرفوضة يأتون بها بطريقة فيها استفزاز، لأنهم ينتظرون أن الشيخ الذي أمامهم سيغضب ويفرحون إذا غضب الذي أمامهم. فمرة واحد جابوه في التلفاز يتناقش مع واحد من هؤلاء فغضب وأخرج الحذاء، رفع الحذاء، واحد ثاني أخذ الماء وطش بالماء، واحد ثالث قام يضارب، واحد رابع يشتم. في تلك المواقف هم يفرحون، متطرفوا العلمانيين. لماذا يفرحون؟ لأنهم يوصلون الرسالة إلى الشباب، شوفوا هذول أهل الدين، هذول تريدونهم يعني يعودوكم للعصور الوسطى، هم يقولون هكذا تخلف، شوف ما عندهم استعداد حتى تقبل الرأي والرأي الآخر. مع أن تجربتي تقول أن متطرفي العلمانيين، أنا ما أقول كل العلمانيين، متطرفي العلمانيين أشد رفضا للتنوع من متطرفي الإسلاميين. هذه تجربتي تقول هذا الكلام، لكن في النهاية لأنه هو تطرف نفسية ليس فكرا، نفسية تبحث عن فكر يعني يبررها. فلهذا أود أن أقول لا تجعلوهم يستفزونكم. عندما يحصل إساءة يرد على الإساءة بالبيان، بالحجة، بالمنطق، بالتوضيح، فيفلسون. الشباب لن يتبعوهم، لكن إذا كان من السهل أن يجعلوا منكم مجرد كتل مشتعلة، تعرفون الكتل المشتعلة يا شباب، الكتل النارية، الكرات النار، الكرة هذه اللي يعملوا عليها غاز ويشعلوا النار وتدحرج، تعرفونها؟ لها اسم بالأندونيسي؟ بولا أبي. إن رضيتم أن تكونوا بولا أبي هكذا فلن يقتنع أحد بطرحكم، لن يقبل أحد خطاب الدين منكم بكرة. أنا أكلمكم لشيء في 5 سنوات مقبلة وبعضه في 10 سنوات مقبلة، وأنتم الجيل الذي سيخدم، نحن خلاص لن نكون موجودين بعد ذلك، أنتم الذين تحملون الأمانة. فالذي يريد أن يحمل الأمانة في مثل هذه الظروف الصعبة ينبغي أن يدرك هذا الأمر. المعركة ليست فقط في الجدل مع هؤلاء، المعركة في إقناع الشباب أن لا يقعوا في براثن هؤلاء، وهذا لا يكون بالصراخ ولا بالهتافات، لن يعمل شيء، لن يقيم شيئا.
نتكلم جد لن يقيم شيئا، بل ربما يؤدي إلى دمار. نحن في المنطقة العربية رأينا الدمار، وأسأل الله ألا يريكم هذا الدمار. هذا يسأل عن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، صح؟ عند سلطان جائر وليس على سلطان جائر. أعيد، عند سلطان جائر، وليس أن أصعد على المنبر وأتكلم على السلطان الجائر فيقول الناس ما شاء الله هذا عالم، لا تأخذه في الله لومة لائم، كما أنه يقبح بالعالم أن يداهن سلطان الحكم، يقبح به أن يداهن سلطان الجماهير. تعرفون سلطان الجماهير؟ تعرفون ما معنى سلطان الجماهير؟ شير، لايك، سبسكرايب، ريتويت، كومنت، هذا سلطان الجماهير. الشيخ يريد كم عنده؟ مليون، مليونين يتابعونه، 500,000. فلما يجي يتكلم أقوى على الحكومة يزيد عدد أكثر، أو يطلع في المنبر يتكلم الناس الله أكبر. لا، ما هذا مسلك سيدنا محمد. لا، ولا مسلك السلف الصالح. ويقول لماذا تخافون؟ كونوا مثل الإمام أحمد بن حنبل الذي ضحى، كونوا مثل سلطان العلماء العز بن عبد السلام الذي باع أمراء المماليك. حاضر، تعال. الإمام أحمد بن حنبل ثبت ورفض أن يتراجع عن الحق، صح؟ سجن، جلد، عذب، أوذي، كاد يقتل رضي الله عنه ورحمه، صح؟ لم يتراجع ذرة عن الحق. ولما خرج من السجن منعه الحاكم أن يحدث فامتثل. هذا حاكم مجرم، عذبك على خلق القرآن، على القول بخلق القرآن، ثم يأمرك أن لا تجلس لتحدث حديث رسول الله وتقول امتثال أمر ولي الأمر. عاد في امتثال أمر ولي الأمر، امتثل وبقي في بيته. التف حوله الناس وبغداد كلها تعظم أحمد بن حنبل، وقالوا نخرج ونخلع هذا الحاكم. قال لا، إنها فتنة، ولا أكون رأس فتنة على أمة محمد. هذا أحمد بن حنبل، أنت تقول لي كن كأحمد بن حنبل؟ حاضر. قل العز بن عبد السلام، العز بن عبد السلام كان قاضي القضاء في مصر، أي أنه كان جزءا من السلطان، هو كان من الحكومة. أكثر الذين يسمعون الكلام عن سلطان العلماء يجهلون هذا. سلطان العلماء كان قاضي القضاء، ولما باع بعض المماليك باع بموجب أنه قاضي البلاد، والذي عينه قاضي القضاء سلطان البلاد، فهو بأمر سلطان البلاد قام وصار قاضي القضاء. فهذه العبارات الحنانة الطنانة صحيح أنها جميلة للنفوس، تثير الحماسة كذا، حماسية، خصوصا الشباب تشعر مجد الإسلام يعود وعز الإسلام وإقامة الخلافة الإسلامية، لكن هذه شعارات أضاعت الكثير من الأوقات وأضاعت الكثير من البلدان وأضاعت أجيالا بأكملها. ركزوا على البناء لا على الهدم. كل توجه إسلامي أو ليبرالي أو علماني أو قومي أو شيوعي أو أيا كان، أي توجه رأسمالي اشتراكي أيا كان، يحرضك على ثوري اشتراكي أيا كان، يحرضك على هدم في بلادك، لا تستمع إليه، لأن الهدم سهل لكن البناء صعب، والبناء بعد الهدم أصعب. هذا الذي بعده يقول حركات المظاهرات ضد الحكومة، أظن اتضح الجواب من الكلام الذي قبل، صحيح؟ ما نحن لا نحرم المظاهرات، لا نحرم ما لم يحرمه الله، لكن إذا أدت إلى فتنة أكبر تحرم بالمآل الذي يكون فيه. هل أنصح بها؟
كشيء شخصي، ليس فتوى هذا، كرأي شخصي. فرق بين الفتوى، هذه ليست فتوى، لا أقول حكم الله هنا، لكن كنصيحة شخصية لا أنصحكم بالمشاركة في هذه المظاهرة. ركزوا على البناء. أنت تحضر ماجستير، قالوا لي أكثركم يحضرون ماجستير صح؟ ما أريد الماجستير ورقة. يعني إيش لا أريدها ورقة؟ يعني لا أريدها شهادة، أريدها كد وبحث في الموضوع الذي ستقدمه. لا أريد الموضوع يكون فقط لإيجاد الشهادة وبعدها دال نقطة. ها؟ تعرفون دال نقطة؟ تعرفون الدال نقطة؟ الدكتوراه. الدكتوراه لا يعني أنك عالم، الدكتوراه يعني أتقنت منهجية من منهجيات البحث، درجة من درجات البحث. الشغل في البحث نفسه أن تبحث. ركزوا على هذا، ركز على أن يكون كل واحد منكم في التخصص الذي يختاره متقنا للتخصص أيا كان هذا التخصص، وبعد الإتقان يترجم هذا الإتقان إلى عمل على الأرض، اشتغلوا على الأرض. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ما تقدر تسامحهم سامحهم، ما تقدر تسامحهم سامحهم، وليعفو لقلبك أن يتطهر. يا حبيبي في القرآن ولن ترضى عنك اليهود، وكيف نحب الإسرائيل؟ جزاك الله خيرا. نعم تفضل الحبائب الكرامة. اسمي محيم، كنت طالبا من هذه الجامعة. اسمك معين؟ محيم. محيم معين. أريد أن أسألكم يعني أما يتعلق بالوسطية، معنى الوسطية بين الدولة والدين، هناك كثيرا يتكلم عن يتعلق هذا الدين ليس بالدولة والدولة ليس بالدين، ما معنى الوسطية بين وسطية الوسطية بين الدين والدولة، ثم معناه بالرحمة، كيف تكون رحمة لهذه الوسطية بين الدولة والدين. ثم وقرأت في كتابكم يعني الإنسانية قبل التدين، هناك تدين أو التدين يعني معنى تاريخ منذ متى أول مظهر. أنا أود سؤال واحد يا مولانا، بعض الناس في العصر الحاضر يركزون في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم البشرية، حتى قال بعضهم يجرأ فيتحدث عن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم البشرية، حتى قال بعضهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ضالا ثم هداه الله سبحانه وتعالى، وبعضهم قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يطبق رحمة الإسلام إلا بعد أن أنشئ دولة بالمدينة المنورة، ثم قال بعضهم أن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في الطفولة كباقي أبناء قريش كباقي الأيتام، لا يعتني ليس هناك من يعتني به، فلذلك أصابه رمة كل شيء. فنريد منكم البيان والتوضيح، لأن هذه المسألة تثير جدل في التواصل الاجتماعي. بارك الله فيكم، السلام عليكم. أخونا الشام يقول ولن ترضى عنك اليهود، هذا أول سؤال صح؟ نعم. وكيف نتكلم عن حب إسرائيل؟ لا نحن ما نحب إسرائيل، إذا تقصد بها الكيان المحتل الصهيوني، نحن نبغض هذا الاحتلال ونتقرب إلى الله ببغضه، ونسأل الله أن يهيئ لدولنا أن تنتهض للجهاد ويكرمنا سبحانه وتعالى بالشهادة في ساحة الأقصى، هذا ما فيه مفاصلة. بس انتبه من شيء، الكثير من يرددون هذا الكلام الذي سألت عنه لا يستحون ولا يخجلون من أنفسهم وهم يقولون إسرائيل، ثم يتحدثون يتهمون الآخرين بالتطبيع. الحين التطبيع أن تقول القدس أو تقول إسرائيل، التطبيع أن تقول إسرائيل كأنك تعترف أنها لهم. فنحن لا، ما نحب إسرائيل، هذا كيان غاشم ولا نعترف بها أصلا، لا نعتبر، الفقير لا يعتبرها دولة،
نحن نرى أنها كيان غاشم محتل ظالم عنصري عنصري متعصب. الشيء الآخر، هناك فرق بين مشكلتي مع المحتل وبين نظرتي لليهودي والمسيحي وغيرهما غيرهما. لا، أنا نظرتي للإنسان، مشكلتي مع الذي احتل ليس لأنه يهودي، لأنه محتل، ليس لأنه يهودي. طيب، يوجد ناس من اليهود ضد الاحتلال، كيف ستتعامل معهم؟ ويناضلون مع الفلسطينيين ضد الحكومة المحتلة، هؤلاء تحترمهم أو لا تحترمهم؟ تنظر إليهم بنظرة مختلفة أو لا؟ ولا تقول لا خلاص ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى؟ طيب، هذول رضوا عنا وبدأوا يتعاملوا معنا بأخلاق، هل في خلل في الآية؟ لا حاشا، الخلل في فهمنا نحن للآية. الآية تتحدث عن رجال الدين اليهود والنصارى الذين كانوا يتخاطبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآية تقول أنه لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم، وهذا طبيعي، كل أصحاب دين يودون أن الآخرين يتبعون ملتهم. لكن السؤال الأكبر والأهم، هل نحن نحسن إليهم بل نتعامل معهم بالاحترام والمحبة ليرضوا عنا؟ هذا هو السؤال. أم أن نتعامل بذلك ليرضى الله تعالى عنا؟ إذا كنت تعمل ذلك ليرضوا عنك، لا خلاص لن ترضى عنك، إذا تريد تأخذ بقول من عممها ولن ترضى عنك. وإذا كان تقصد رضوان الله، من قال لكم نطلب رضاهم؟ نحن نطلب رضا الله بحسن التعامل معهم. فنحن نقول الفقير إلى الله، أحب كل إنسان خلقه الله، لأن في سر النفقة الإلهية، وأكره كفر الكافر وعدوان المعتدي وبغض المبغض ومعصية العاصي. هناك فرق بين الذوات وبين الأفكار والأفعال. الوسطية بين الدولة والدين هذا محين، وسطية بين دولة ودين وفصل الدولة عن الدين لا، إيش مفهوم الوسطية في موضوع صلة الدولة بالدين تقصد، صح؟ أي في عندنا تطرفين، تطرف يريد تطبيق مفهوم الدين على الدولة بما يظن هو أنه الدين، وأي أحد يقول يجب يا الله يهديك يرضيك يهديك يرضيك، مفهوم الدين في صلة بالدولة أوسع مما تفكر فيه، لا هكذا وإلا أنتم خلاص كفار. هذا تطرف الذي أخذ مفهوم الحاكمية والجاهلية واستعلاء بالإيمان والعصبة المؤمنة وحتمية الصدام، الأفكار هذه الموجودة، يعني هذا باطل في مفهوم الدولة. هو مفهوم الدولة عنده لازم تكون خلافة إسلامية واحدة يحكمها خليفة واحد، وهذه الدولة الإسلامية الواحدة التي يحكمها الخليفة الواحد لابد أول ما يخطر في بال الشباب عن تطبيق الشريعة إيش؟ ممكن أسألكم سؤال، ما هو أول شيء يخطر في بالك عندما يقال تطبيق الشريعة؟ فقلنا قبل قليل أن هناك تطرف، ما نوعه؟ اختزل مفهوم تطبيق الشريعة في صورة محدودة وسطحية، صلة الدين بالدولة أرادها بالطريقة فقط التي يفهمها. في مقابل ذلك في تطرف آخر يريد فصل الدين عن الدولة بالكلية وإقصاء الدين عن الحياة العامة، مدعيا أن ذلك أفضل للتخلص من التطرف والتشدد. وهذا أيضا متطرف. لماذا أقول أنه متطرف في رؤيته في مفهوم صلة الدين بالدولة؟ لأن الناس لن تترك دينها من أجله، والدين فيه خطابات تتعلق بالحياة، تتعلق بالبيع والشراء، تتعلق بالأحكام المواريث، تتعلق بأحكام عديدة وشؤون الدولة، الأحكام السلطانية كما تسمى أو السياسة الشرعية. فهناك خطاب شرعي لشؤون الحياة المتعددة، والقرآن جلي في ذلك وواضح في أن الدين جاء يوجه الحياة. فعزل الدين عن الحياة باطل، هو نوع من النقل غير المتبصر للتجربة الأوروبية التي بدأت الآن تعيد النظر في كثير من جزئياتها، في إمكانية أن يكون للدين دور حقيقي في الحياة عندهم. طيب، ما الذي نريده نحن؟ ما الوسطية؟ أنت قلت وسطية عرفتها الآن بالسالب، ليست هذا وليست هذا، فين التعريف الموجب للموضوع؟
تعريف الموجب أن نفهم ما هو المقصود من دور الدين في الدولة. أولاً ما هي الدولة يا شباب؟ ها؟ ما هي الدولة؟ نجلس نتكلم عن أول الدولة، الدولة ما هي الدولة؟ ها؟ ما نعرف؟ ما هي المكونات الخمسة أحسن؟ لا لا هذه المقاصد، لا لا تنتظر شوي مستعجل. الدولة، الدولة مجموعة هي عبارة عن مؤسسات للدولة وشعب، صح؟ مؤسسات الدولة والشعب، والحكومة جزء من الدولة، ومنها أيضا مؤسسات التشريعية مثل البرلمان، مؤسسات القضائية العدلية مثل القضاء التي هي القضاء، مؤسسات التنفيذية هي التي تدور عليها الانتخابات، الحكم، الحكومات. الحكومات ليست الدولة، الحكومة جزء من الدولة، الأنظمة ليست الدولة. الدولة شيء أكبر من النظام، الأنظمة تأتي وتذهب لكن الدولة هي التي يحافظ عليها. فكيان الدولة بمؤسساتها الذي نتحدث عنه والذي نتكلم عنه هو الذي نقصده هنا. طيب الدين جاء خاطب الدولة بكل مكوناتها، هناك أشياء متعلقة بالسياسة الشرعية بمهام الحاكم هي التي أشار إليها في المشاركة الآن، التي هي المقاصد الخمسة، مسؤولية الحاكم الحفاظ عليها كما ذكر الإمام الماوردي ذلك في الأحكام السلطانية، وكما ذكره إمام الحرمين في غياث الأمم وغيرهم، التي هي الدين، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ العقل وحفظ المال، هذه مهمة الدولة أن ترعاها. وهناك أحكام شرعية تفرعت عن هذه المقاصد أو جاءت لخدمة هذه المقاصد للحفاظ على هذه المقاصد. هناك أبواب هي من شأن الدولة ليست من شأن الشعب، لا يحق للشعب أن يفعلوها باسم تطبيق الشريعة، منها الحدود، لا يجوز شرعا أن يطبق الناس الحدود، حرام في الشريعة، إثم تطبيق الحدود، هذه من مهام الدولة. العقوبات كلها ليست الحدود، العقوبات كلها من شؤون الدولة، هذا لا يحق للناس أن تأخذ ولا تحولنا إلى غابة في مثل هذه الحالة. فهناك ما يعرف بالسياسة الشرعية والأحكام السلطانية، أعطت الشريعة فيها للسلطان حاكم، للحاكم صلاحيات. بما معنى صلاحيات؟ يعني السياسة، يعني السلطة التشريعية مثل عندكم في أندونيسيا نظام برلماني، صح؟ في أندونيسيا رئاسي برلماني مزدوج، صح؟ عندكم هنا القوانين يصنها البرلمان يحددها، أليس كذلك؟ تمام. الشريعة أعطت حق للبرلمان أن يشرع ما دام لم يخالف أصول، ما لم يخالف الشريعة الإسلامية. طب لماذا يشرع أصلاً توجد الشريعة؟ لأن الحياة فيها مستجدات. أعطيكم مثال، مثلاً عندكم مثلاً قوانين المرور، تمام؟ قانون المرور يجب عليك أن تلبس الحزام، صح؟ أنتوا تلبسون الحزام ولا؟ طيب يا طلبة العلم الشرعي، هل تعلمون أن لبس الحزام في هذه الحالة يصبح واجب شرعاً، وأن عدم لبسه إثم فيه ذنوب؟ لماذا؟ لأنه من حق ولي الأمر أن يأمر بمباح لمصلحة عامة. ألم ينص فقهاؤنا على هذا؟ نصوا على هذا، أنه من حق ولي الأمر أن يأمر بمباح، مباح حوله إلى لازم، لكن شريطة أن يكون في إيش؟ في مصلحة عامة، في مصلحة، فيه مصلحة، فهذا فيه مصلحة لحماية الناس، فيحرم عدم ربط الحزام إلا لضرورة، يحرم قطع الإشارة إلا لضرورة. طيب هذا منين؟ قوانين المرور لم يأتي الإسلام بها، بلى الإسلام جاء بها. كيف جاء بها؟ جاء بأن أعطى للدولة حق أن تشرع هذه القوانين لما فيه مصلحة الناس، أعطى الدولة الصلاحية في أن تشرع هذه القوانين. يأتي يقول أيوة هنا حكم بالشرع بالأحكام الوضعية، قوانين وضعية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه بالضبط عقيدة الخوارج، تماما عقيدة الخوارج، لما قالوا لسيدنا علي حكمت الرجال في كتاب الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأنت كافر في هذه الحالة. يا استغفر الله، أولا هو لا يجوز أن يكفر مسلم إذا لم يطبق الشريعة، لا ما تكفر الحكومات، لأن أئمة أهل السنة يقولون أنه كفر دون كفر،
والخوارج قالت أنه كفر مخرج عن الملة، كما نص على ذلك الإمام القرطبي في تفسيره، والإمام السمعاني في تفسيره قال قال أهل السنة هو كفر دون كفر، وقالت الخوارج هو كفر مخرج عن الملة، يعني أنه فارق بيننا وبين الخوارج في الفهم. لكن حتى هذا هو أصلا ليس حكم بغير ما أنزل الله، فمفهوم تطبيق الشريعة نفسه يحتاج إلى إنضاج عند الذين يتحدثون عنه في عصرنا. تطبيق الشريعة منه العدالة، تطبيق الشريعة كفاية حاجة الناس، تطبيق الشريعة أن لا نكون عالة على الأمم، تطبيق الشريعة أن نزرع ما نأكل ونصنع ما نستخدم وننسج ما نلبس. نعم نستورد ونستفيد من العالم، لكن بالندية امدادا للعالم، ولسنا عالة على العالم. ما في مشكلة نأخذ من صين من جابان، لكن يحرم أن نعجز نحن عن أن نصنع مثله، نكون عالة على غيرنا في السلاح، في الإلكترونيات، في البرمجة. واجب علينا. كنت سألت شيخنا الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله تعالى عليه، قلت له يا شيخي متى تستقل الأمة بقرارها؟ عيد السؤال اللي وراء يا شباب، متى تستقل الأمة بقرارها؟ متى يكون لديها قدرة يكون لها قرار مستقل أمة المسلمين؟ فقال الشيخ يا ابني العرب تقول من لا يأكل من فأسه لا ينطق من رأسه، يعني لا يكون حرا في اتخاذ القرار الذي لا يملك أدواته. هذه من واجب، هذا من تطبيق الشريعة الإسلامية الذي نحتاج أن نتكلم عنه، مش بس قطع اليدات وجلد الظهور. تطبيق الشريعة الإسلامية أن يوقف حد قطع اليد ما دام البلاد فيها الجائعون، ما دامت البلاد منتشر فيها الجوع، ما تقطع الأيدي. سيدنا عمر أوقف قطع الأيدي في عام الرمادة لما اشتد الجوع في الناس. مش معنى هذا السرقة حلال، لكن هناك شروط وهناك موانع في تطبيق الأحكام الحدود. فتصور أن تطبيق الشريعة مقتصر على هذه الرؤية الضيقة هو أيضا غذى الرؤية العلمانية التي لا تريد للشريعة أن يكون لها دور في الحياة. هذا يقول المسلم والإسلامي. نعم في فرق بين المسلم والإسلام، صح. المسلم هو الذي سماكم المسلمين، الله سمانا إيش؟ الله سمانا مسلمين ولا إسلاميين؟ ها؟ الله سمانا مسلمين ولا إسلاميين؟ طيب الله سمانا مسلمين، ليش نسمي نفسنا إسلاميين؟ لا مشاحة في الإصطلاح، حاضر عرف لي هذا الإصطلاح. أما نحن أهل السنة عندنا أبو الحسن الأشعري لما أراد أن يجمع مقولات الفرق الزائغة سماهم الإسلاميين، كتاب مقالات الإسلاميين لأبو الحسن الأشعري جمع فيه مقالات الفرق الزائغة الضالة. فكان السلف الصالح يطلقون لقب الإسلامي عند السلف الصالح الإسلاميون على الفرق الضالة ليس على الفرق المستقيمة، هذا اللي كان عند السابقين المتقدمين. المشكلة هنا ليست في المصطلح، ممكن نحدث المصطلح، حاضر لا مشاحة في الإصطلاح، لكن المشكلة في مسار أخذ المصطلح. أصبح الكلام عن الإسلاميين أنهم تيار داخل مجتمع مسلم محيط بهم، هذا التيار يعتبر نفسه مختلف عن بقية المسلمين ونذر له. كتب ما سمي بالعصبة المؤمنة، الأستاذ سيد قطب غفر الله له كتب ما سمي بالعصبة المؤمنة وعزل هؤلاء عن بقية المسلمين وطلب منهم منظرة لفكرة أخرى لاستعلاء بالإيمان. وفي المقابل أيضا إخوتنا المتسلفين ما يشبه العصبة المؤمنة جاءوا بفهم خاطئ لحديث الفرقة الناجية، فصارت هذه الفكرة اللي توجد تيارات داخل المسلمين، هذه التيارات ترى نفسها على المسلمين فوق المسلمين، تعتبر نفسها الميزان لصواب المسلمين وخطأ المسلمين، ترى أنها الأم للمسلمين كلهم، أستاذية المسلمين كلهم، بالتالي تصبح الميزان في التعامل بين المسلمين. هذا خطر كبير لأن أدى بعد ذلك إلى إنشاء مؤسسات موازية
تأتي إلى مثلا في أندونيسيا أو في دار الإفتاء في مصر أو في دار الإفتاء في سوريا أو دار الإفتاء أو عندنا المفتين في تريم مجلس الإفتاء في تريم أو الإفتاء في باكستان، أو تقول أن الإمام الأكبر شيخ الأزهر قال أن الصواب في المسألة كذا، يقول لك لا 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 ذو العلماء سلطان، تركهم تركهم. طيب ما تريد علماء سلطان، تريد إيش؟ قلت أنا بقول لك فلان وفلان وفلان وفلان، فأصبح في شيء يشبه حكومة الظل. تعرفون في السياسة حكومة الظل، تشكيل وزارة في الظل، نفس الشيء أصبح علماء الظل بالتوازي، الدين الموازي أصبح. وبعدين بني على ذلك مقابل البنوك التي فيها إشكالية الربا، عندنا المصارف الإسلامية مقابل الاقتصاد، يعني الاقتصاد الإسلامي مقابل الإدارة وأنظمة الإدارة، جاءونا بشيء اسمه الإدارة الإسلامية، ثم مع أن الإدارة اللي قالوا عليها إسلامية كذب، لا إسلامية ولا شيء، أنا آسف، هي نفس منطلقات الإدارة الرأسمالية بس حطوا عليها بسم الله في أولها والحمد لله في آخرها، حلال فود حلال تك، ولا هي نفسها مبادئ فلسفة الإدارة الرأسمالية المتوحشة، هي نفسها نفسها بس سموها الإسلامية، جابوا لها آية وحديث وحطوا فيها وانتهت المسألة. طب ماذا نشأ عن هذا؟ وأحزاب سياسية إسلامية، ده إسلامية إسلامية، وحتى صار بعد ذلك بعض المفكر يريد يعمل خطوط جوية إسلامية ويسوي دريش إسلامي، يصبح في شيء بالتوازي عن المجتمع، منفصل منعزل، يرى لنفسه الحق أن يحكم على المجتمع وأن يحكم المجتمع، هذا لا يؤدي إلى بناء أمة، هذا هو الذي يعني يفرق الأمة ويفتت الأمة من داخلها. طيب هذا يسأل عن تاريخ المظاهرات، حقيقة لا أعلم، سأل أستاذ علوم سياسة، إلا إذا بتأخذ برأي واحد من الشيوعيين قال أول صاحب ثورة واعتراض هو إبليس، بس هو قالها في صعيد المدح، هو العياذ بالله يمدح إبليس، يقول أول من قال لا، يقول أن إبليس أول من قال لا لن أسجد والعياذ بالله. لكن ما أدري، أما المظاهرات البشر بين البشر شوفوا لنا من أما في عصر المسلمين لما خرجت المظاهرة على سيدنا عثمان جاءت النتيجة قتل سيدنا عثمان وسأل دموه على المصحف، وبعدين جاءت الاحتجاجات على سيدنا علي كان يصعد على المنبر يخطب فيقوم أحدهم من داخل المجموعة ويصيح إن الحكم إلا لله، فيروح إن الحكم إلا لله وإن الحكم إلا لله، هذا حقيقي هكذا كان حصل لسيدنا علي بن أبي طالب، فنظر إليهم سيدنا علي هم يرتبوا يخربون خطبة سيدنا علي، هذا يذكركم بأحيانا يحصل ولا لا، محاضرات مناسبات مختلف دول العالم، الخوارج كانوا هكذا يفعلون مع سيدنا علي، سيدنا علي نظر إليهم وهم يقولون إن الحكم إلا لله إلا لله يهتفون، فقال كلمة حق أريد بها باطل، فصار مثالا بعد ذلك. طب معنى هذا كل المظاهرات شر؟ لا طبعا، في مظاهرات الخير رجوا يعلنون إسلامهم، يعني يظهرون إسلامهم، تحملوا الضرب واللطم، كان هذه من أوائل الأشياء التي عرفت في الإسلام، بشرية الرسول والكلام عن الضلال، هذا يا شباب صدقوني ما هو جديد، هذا هناك ثلاث أنواع من الناس يمارسه، نوع من الناس يمارسه عن جهل شخصي، عن إيش؟ وهذا يتألف يتلطف به ويجلس معه ويفهم، نوع ثاني من الناس يمارسه عن بحث عن عن الظهور الشهرة، خالف تعرف، جاي بشيء كذا حدث زي بوم هكذا الناس تغضب وتصيح فأنت تبرز، هذا النوع تجاهله أولى من الرد عليه، لأنك إن تفاعلت معه أعطيته الشيء الذي يريده أو البوم الذي يريده. فهناك نوع من الناس لا فهموا معنى بشريته ولا فهموا معنى خصوصيته صلوات ربي وسلامه عليه، بشريته نور وخصوصيته نور صلوات ربي وسلامه عليه، فهم ما فقهوا هذا النور، إما بدافع علماني حداثي فلا يريد مفهوم ما يتقبل مفهوم القداسة، أو بدافع في الأصل متولد بطريقة أو بأخرى عن العلماني الحداثي، ودافع بعض إخوتنا التوجهات الإسلامية اللي يقول لك لا تبالغ في مدح الرسول لا تغلو مدري إيش هو بشر، إن كان هذا أو كان هذا، يعني هذا خلل منهجي يحتاج إلى معالجة منهجية،
مش على المسائل نفسها، لأنه الفقير مرة حاولت تحصيل مسائل مريت على أكثر من 56 أو 57 مسألة من هذا النوع. فلو كل ما تزال تتولد يعني بتوصل ل 200 300 400 من هذا النوع من هذا الفصيل. فلو برد على كل واحدة وحدها ما عاد بشتغل دعوة، بجي للصورة اليوم ورد. لكن محتاجين معالجة أصل المنطلق الذي جاء منه المسألة، ما هو مفهوم بشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف فهم الصحابة هذه البشرية، أقبل هذا، ما هو مفهوم التوثيق، على أي أساس أنت قلت أنه كان يعني لا يجد من يعتني به وهو في يتمه صلى الله عليه وسلم، وأن عبد المطلب لم يقم بحق رعايته كما ينبغي، على أي أساس بنيت هذا؟ أنت الآن تنقل معلومة، هكذا علم التوثيق يقول صح؟ العقل يقول، خل الشرع الآن، ما هو يريد عقل متطور، العقل يقول ماذا؟ من أين؟ أنت تنقل معلومة، المعلومة هذه أين مصدرك فيها؟ لأنها ليست تحليلاً، واهد الضال وقرب البعيد وأقبل بالمعرض وثبت المتزعزع واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحقائقها متحققين حسن ومعنى ظاهر وباطن برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط فاتني بس شيء إن أذنت بارك الله فيكم، هو سأل وجدك ضالا فهدى، وهذا مهم. هذه الآية لها ثلاث معاني، المعنى الأولى وجدك ضالا أي تبحث عن سبيل الاهتداء إلى الدلالة على الله. المعنى الثاني وجدك ضالا كيف تهدي الناس. المعنى الثالث وجدك ضالا أي محبا. العرب تطلق على الحب الضلالة، فالله إنك لفي ضلالك القديم أي في حبك ليوسف في سورة يوسف. فهذه الثلاث المعاني كلها صحيحة وبارك الله فيك.